شاهد المكان الذي نزل سيدنا آدم وزوجته من الجنة إلى الأرض. أهلا ومرحبا بكم. بعد أن تحدثنا في فيديو سابق عن قصة آدم عليه السلام وكيف طرد الله سبحانه وتعالى إبليس وأسكن آدم الجنة، وتعرفنا عن محاولة إبليس لإغوائه والدور الذي لعبته الحياة لمساعدة إبليس في عملية الإغواء، سوف نتعرف في هذا الفيديو على ما يلي: أولا، المكان الذي هبط فيه آدم عليه السلام. ثانيا، كيف علم الله سبحانه وتعالى آدم إعمار الأرض. ثالثا، العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم. ولكن قبل متابعة الفيديو، ادعمونا بزر لايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا أولا بأول. المكان الذي هبط فيه آدم وحواء من الأرض. أنزل الله تعالى آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه، وهو يوم الجمعة مع زوجته حواء من السماء. فقال علي بن عباس وقتادة أبو العلاية أنه هبط بالهند على جبل يقال له نود من أرض سرنديب وحواء بجدة. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما هبط آدم على جبل نود، كانت رجله تلمسان الأرض ورأسه بالسماء، يسمع تسبيح الملائكة، فكانت تهابه فتسأل الله أن ينقص من طوله، فنقص طوله إلى 60 ذراع، فحزن آدم لما فاته من الأنس بأصوات الملائكة وتسبيحهم، فقال: يا ربي، كنت جارك في دارك، ليس لي رب غيرك، أدخلتني بجنتك، أكلت منها حيث شئت، وأسكنت حيث شئت، فأهبطتني إلى الجبل المقدس، وكنت أسمع أصوات الملائكة وأجد ريح الجنة، فحطبتني إلى 60 ذراع، فقد انقطع عني الصوت والنظر وذهب عني ريح الجنة. فأجاب الله سبحانه وتعالى: بمعصيتك يا آدم فعلت بك ذلك. فلما رأى الله تعالى عرى آدم وحواء، أمره أن يذبح كبشا من الضأن من 8 الأزواج التي أنزل الله من الجنة، فأخذ كبشا فذبحه، وأخذ صوفه فغزلته حواء، ونسجه آدم، فعمل لنفسه جبة، ولحواء درعا وخمار، وقيل أرسل إليهما ملك، يعلمهما ما يلبسانه من جلود الضنأ والأنعام، وقيل كان ذلك لباس أولاده، أما هو وحواء، فكان لباسهما خسفا من ورق الجنة. أوحى الله تعالى إلى آدم: أنلي حرما حيال عرشي، فانطلق وابني لي بيتا فيه، ثم احفر به كما رأيت ملائكتي يحوفون بعرشي، وهناك أستجيب لك ولولدك ما كان منهم في طاعته. فقال آدم: يا ربي، وكيف لي بذلك؟ لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه. فقيد الله ملكا وانطلق به نحو مكة، وكان آدم إذا مر بروضة قال للملك: انزل بي هنا. ولما فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات، فأراه المناسك التي يفعلها الناس اليوم، ثم قدم به مكة، فطاف بالبيت أسبوعا، ثم رجع للهند، فمات على نوذة، وقيل حج آدم من الهند 40 حجة مشيا، ولما نزل إلى الهند كان على رأسه إكليل من شجر الجنة، ولما وصل إلى الأرض يبس فتساقط ورقه، فنبتت منه كل أنواع الطيب بالهند، وقيل بل الطيب من الورق الذي خسفه آدم وحواء عليهما. وقيل لما أمر بالخروج من الجنة جعله لا يمر بشجرة منها إلا أخذ منها غصنا، فهبط وتلك الأغصان معه، فكان أصل الطيب بالهند منها، وزوده الله من ثمار الجنة، فثمارنا هذه منها، غير هذه تغيرت وتلك لا تتغير. وعلمه صنعة كل شيء، وأنزل معه من طيب الجنة، والحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج، وكان ياقوتا من ياقوتات الجنة، وأنزل معه عصا موسى، وهي إرث الجنة، وكان حسن الصورة، لا يشبهه من ولده غير يوسف، وأنزل عليه جبريل بصرة فيها حنطة، قال آدم: ما هذا؟ قال: هذا الذي أخرجك من الجنة. قال: ما أصنع به؟ قال: انثره في الأرض، ثم حصده وجمعه، ففركه وطحنه وعجنه وخبزه، كل ذلك بتعليم جبرائيل.
وجمع له جبرائيل الحجر والحديد فقبحه فخرجت منه النار، وعلمه جبريل صنعة الحديد والحراسة، وأنزل إليه ثورة فكان يحرص عليه، قيل هو الشقاء الذي ذكر الله تعالى. ثم إن الله أنزل آدم من الجبل وملكه الأرض وجميع من عليها من الجن والدواب والطير وغير ذلك، فشكى إلى الله تعالى وقال: يا رب، أما في هذه الأرض من يسبح غيري؟ قال الله تعالى: سأخرج من صلبك من سيسبحني ويحمدني، وسأجعل فيها بيوتا ترفع لذكري، وأجعل فيها بيتا أختصه بكرامتي وأسميه بيتي، وأجعله حرما آمنا، فمن حرم بحرمتي فقد استجوب كرامتي. وصار آدم إلى البيت ليحجه، وكان قد بكى هو وحواء على خطيئتهما وما فاتهما من نعيم الجنة 200 سنة، ولم يأكلا ولم يشربا 40 يوما، ثم أكلا وشربا بعد ذلك. ومكث آدم ولم يقترب من حواء 100 عام، فحج البيت وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه: إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذه للميثاق. روى سعيد ابن جبيل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخذ الله الميثاق على ذرية آدم بنعمان من عرفه، فأخرج من ظهره كل ذرية ذرها إلى أن تقوم الساعة، فنثرهم بين يديه كزرن، ثم كلمهم قبل وقال: ألست ربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقوله يوم القيامة، إلى قوله بما فعل المبطلون. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. اللهم يا سامع الشكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف كل كرب وبلية، ويا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله علانية وسرة. اللهم لك الحمد يا من توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت. ملكت فقهرت فخلقت، فأمرت فلا تحول ولا تزول، أنت قائم بنفسك سبحانك، أنت العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم بالأحوال. سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام، نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة والمقربين. اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا، اللهم نحمدك حمدا كثيرا. اللهم صل وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا سامع الشكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف كل كرب وبلية، ويا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم،
ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.